إذن التمرين رقم 3، نضع كتابا كتلته M كتساوي 250 غرام فوق طاولة. أفقية فيبقى في حالة سكون كما يبين الشكل جاذبه. نعطي شدة التقالة جي كتساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا رجعوا نشوفوا هذا الشكل، هذا هو هذا أجر القوى المسلطة على الجسم، مع العلم أننا نحن درنا بزاف ديال التمارين فيهم بزاف ديال أجر القوى مثل هذه القوى. إذا أجر القوى المطبقة على الكتاب، إذا أولا المجموعة المدروسة هي شحال من جسم كيمس هذا الجسم، واحد هو الطاولة. إذا قوة التماس تأثير الطاولة، ونرمز لها باش نرمز لها ب اف ولا ار، كاع نديرو حنا مثلا ار، هذا تأثير طاولة. ثم الوزن ديال الكتاب اللي هو بي، نسميه بي بحال الشكل هذا. اذا كم عدد القوى عندنا؟ اثنان. مزيان. نعم، نمشيو للسؤال الاخر، السؤال الموالي. اذا السؤال الموالي يعطي مميزات القوة التي تؤثر بها الطاولة على الجسم. اذا المميزات كاين شي واحد مثلا يمكن يدير لنا جدول بحال الشكل كما كنا كنديرو جدول، شنو هي المميزات اللي غادي نقلبوا عليها؟ اذا غنقلبوا غير على مميزات ديال قوه واحده، قال لك هي تاثير الطاوله. اذا عندك ربعه ديال المميزات. مزيان، نقطه تاثير الطاوله تسلط قوتها في هذه النقطه، في هذه المساحه، هذه في هذه المساحه. اذا عندنا هنايا، اذا ناخذوا قوه او نقطه التاثير. اذا نقطه التاثير هي هذه النقطه، مركز هذه المساحه. مزيان، خط التاثير بطبيعه الحال الطاوله تدفع نحو الاعلى. اذا خط التاثير هو هذا المستقيم، هذا المستقيم الذي يمر من نقطه جي، يمكن نديرو بها نقطه جي. المنحه نحو الاعلى، والشده الشده اذا الشده شناهي؟ اذا ار تساوي بي. علاش ار تساوي بي؟ لأن الجسم في توازن تحت تأثير قوتين، بما أن هناك قوتين فقط فلا مانع في الشدة. إذا بغينا نحسبوا الشدة غنديروا الكتلة في شدة التقالة. الكتلة شحال هي؟ 0.25. إذا 250 غرام هي 0.25، وغنضربها في 10 هي شحال؟ إذا 0.25 هي 2.5 نيوتن. هذا هو. نمشيو للسؤال الثالث، التمثيل. إذا نمثل هذه القوة، إذا نمثل هذه القوة، كيف نمثل القوة؟ نمثل القوة بسهم. شحال الطول ديال هذا السهم؟ 1 سنتيمتر لكل 1 نيوتن. حنا شحال عندنا؟ حنا عندنا ار. مزيان، ار شحال فيها؟ قلنا قبيله 2.5 نيوتن. 2.5 نيوتن إذا سنمثلها ب 2.5 سنتيمتر. 2.5 سنتيمتر. إذا ثم بالنسبة لنا نقوم بتمثيل هذه القوة. إذا هذه القوة تبدأ لنا من هنا، وغتمشي شحال الطول ديالها؟ الطول ديالها 2.5 سنتيمتر. مزيان، إذا سنتيمتر الأول مثلا، سنتيمتر النصف السنتيمتر الأول، إذا 2.5 وغنسميو هذه هي متجهة R تأثير الطاولة على السطح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.